هل من الممكن تتحول الأسطورة لواقع بنعيشه وتتحول الأشباح لحقيقة مدمرة وتصبح التكنولوجيا هي المصب الرئيسي لخرافات أزلية انتشرت حول العالم وتحولت إلى حقيقة بيمارسها ضحايا وقعوا في شبكها؟ في السرد هنتكلم عن لعبة تشارلي اللي انتشرت بشكل كبير في العالم وبقت ظاهرة في مدارسنا بين الأطفال والمراهقين. هل فعلا بيتم استحضار الأرواح فيها؟ وإيه حقيقة الألعاب الشيطانية اللي انتشرت في العالم وأدت لموت وانتحار الآلاف من الضحايا؟ وإيه علاقة كل ده بعبادة الشيطان؟ خليكم معايا. تشارلي تشارلي Are you here؟ ده السؤال اللي بتبدأ بيه لعبة تشارلي، هو استحضار روح تشارلي بعد ما يتم تحضير ورقة بيضة مكتوب عليها نعم ولا بشكل متساوي في جدول مربع بيتحط عليهم قلمين رصاص بشكل متقاطع. وعشان يتم استحضار روح تشارلي لازم اللعبة تتم في الحمام وبرسم طلاسم معينة على جدران الحمام وتلطخها بدم الأطفال أو المراهقين اللي بيمارسوا اللعبة، وعشان كده بيسموها لعبة قطع الشرايين. وبمجرد ما القلم يتحرك باتجاه نعم تحضر روح تشارلي وتبدأ الأقلام تتحرك باتجاه نعم أو باتجاه لا بناءً على الأسئلة اللي بيسألها اللاعب وبيجاوب عليها تشارلي. وبعد الانتهاء من اللعبة لازم إغلاقها، وده بيتم عن طريق الاستئذان من تشارلي إنك تغادر اللعبة وإلا هتحل عليك اللعنة. اللعبة دي انتشرت بشكل كبير في المدارس بين الطلبة المراهقين، وساهم في انتشارها هو استهدافها لأطفال المدارس مع اللوازم المدرسية وبالتحديد الورقة وأقلام الرصاص والجري والصراخ، وكانت النتيجة مأساوية لبعض الأطفال، ومؤخراً تم نقل بعض الطالبات من المدرسة في حالة هياج عصبي للمستشفى، ومنها مدرسة المستقبل الإعدادية في إمبابة. بعد الفحص والتحريات تبين إن مجموعة من الطالبات اتجمعوا علشان يلعبوا لعبة تشارلي الجديدة، وأثناء اللعب وتحضير الأرواح بالدم أصيبت طالبة بحالة من الهياج العصبي وتم نقلها للمستشفى. وزي ما ذكرت اللعبة دي بتعتمد على استحضار روح لشخص ميت اسمه تشارلي، وهي لعبة تشبه لعبة الويجا المعروفة لأن هي كمان التحدي الخاص بيها بيعتمد على التواصل الروحاني. وروح تشارلي اعتقاد مكسيكي قديم عبارة عن أسطورة شيطانية لطفل له عين سودة وعين حمراء، وكان الاعتقاد ده مقتصر على المكسيك فقط لكن اجتاح العالم من خلال الإنترنت، وظهر سنة 2015 على منصة تويتر لكن انتشر بشكل أكتر السنة دي. وبغض النظر عن أن تحريك الأقلام في لعبة تشارلي بيرجع لعوامل فيزيائية بحتة وملهاش علاقة بروح تشارلي وبتعتمد على قانون نيوتن للجاذبية، لكن خطورة اللعبة دي في تأثيرها على المراهقين اللي في مرحلة حساسة من عمرهم وعندهم ميل ورغبة قوية في خوض المغامرات واكتشاف المجهول. والأخطر من كل ده إن دي مش مجرد لعبة للتسلية، لكن في الحقيقة هي ممارسة لعقائد جاهلية شركية محرمة، هو الاعتقاد القوي بقوة الشيطان ومدى تأثيره على المستقبل. ومش بس لعبة تشارلي اللي بتشكل خطر على الأطفال، لكن ظهرت قبلها لعب شيطانية أكتر غموض وإجرام زي لعبة الحوت الأزرق اللي تعتبر أخطر الألعاب الإلكترونية، وانتحر بسببها حوالي 100 شخص من دول مختلفة أغلبهم من الأطفال. ولعبة مريم اللي سببت الرعب والفزع بين العائلات وخصوصا في دول الخليج، وعبارة عن بنت تايهة اسمها مريم وبيساعدها المشترك في اللعبة في البحث عن منزلها، واللعبة مليانة بالغموض والشعور بالخوف والرعب ومخصصة للأطفال. ولعبة البوكيمون اللي استحوذت على انتباه الملايين من المتابعين لها وتسببت في العديد من الحوادث القاتلة لمتابعيها بسبب انشغالهم بعمليات المطاردة وجمع شخصيات البوكيمون خلال سيرهم في الطريق. ولعبة جنية النار اللي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشجعت العديد من الأطفال على اللعب بالنار واستخدام الغاز لمحاربة مخلوقات نارية، وتسببت اللعبة دي في حرق الأطفال والاختناق بالغاز. وهنا السؤال، هل الألعاب الشيطانية الغريبة اللي بتظهر من وقت للتاني بأشكال مختلفة لها علاقة بمصطلح عبدة الشيطان؟ مصطلح عبدة الشيطان ظهر في العالم العربي في فترة التسعينات، واعتقد الكثير انه اختفى من بعدها وما بقاش له اي اثر، وتحديدا بعد ما تم القضاء على جزء منهم في مصر، وكان قصر البارون مقر لاجتماعاتهم وحفلاتهم المشبوهة من ممارسة الجنس وزنا المحارم، ومكان لجلسات استحضار الشرير الاعظم، وده المصطلح اللي بيطلقوه على الشيطان، وكانوا معروفين بارتداء اللون الاسود وسماع نوع معين من الموسيقى، وبعدها تطور الامر لحالات اختطاف وقتل الأطفال بحجة إنها طقوس الجماعة، وتحولت لقضية رأي عام وتدخل الأمن بشكل صارم وانتهى الموضوع إعلاميا. لكن في الحقيقة هو ما انتهاش على كده، وفي سنة 2021 بدأ يظهر من تاني مصطلح عبدة الشيطان
وظهرت بعض الممارسات الغريبة، وكانت الحادثة المعروفة إعلامياً بفرح عبدة الشيطان في الدقهلية، وبدأت باستعراضات مفزعة ومخيفة لفرقة موسيقية بتتضمن مجموعة من الشباب ماسكين طفايات حريق وأنابيب غاز ورافعين ستاير سودة مرسوم عليها وجوه مخيفة بيسقط من عينها الدم، بجانب رسومات لجناجم بشرية ورموز غريبة، وبدأوا يفتحوا الطفايات على المعازيم في الفرح، وأدت لوفاة 2 بكسور خطيرة في الجمجمة. وفي شواهد غيرها كتير بتأكد عدم اختفاء الظاهرة دي من المجتمع، واللي يعرف المصطلح ده وفهم قواعد ورموزه هيفهم إننا متحاطين بيه في كل مكان، ومنها الممارسات الغريبة اللي بتقتحم عالم المراهقين من ألعاب شيطانية غريبة نتائجها إما الخروج عن الملة أو الجنون أو الانتحار. وهنا مفهوم عبدة الشيطان مش مجرد شباب بيقوموا باستعراضات مخيفة، ولكن هو واقع لأسطورة شريرة من شروط اعتناقها هو الجنس الجماعي وزنا المحارم وذبح الأطفال وشرب دمهم ومعاشرة الحيوانات، وكل دي من أهم طقوس جماعة عبدة الشيطان ومن وصايا الشيطان العشر. ومعظم الآراء أجمعت على أن بداية الظهور الحقيقية لفكرة عبدة الشيطان كانت قبل الميلاد، وما ظهرتش تحت اسم معين، لكن كانت بذرة ونوال الفكرة، واستشهدوا بنداء سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه في الآية القرآنية: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لكن بعض المؤرخين أرجعوا نشأتها للقرن الأول الميلادي لجماعة اسمها الغنوصيين، وكانوا بيشركوا بالله ويعبدوا الشيطان معاه، وكأنه مساوي له في القوة والعظمة والسلطان. وبعدها ظهرت جماعة تانية اسمها البولسيين، الجماعة دي كسرت فكرة الإشراك تماماً، وبدأوا طريقهم للكفر والإيمان بالشيطان وحده وكأنه القوى العظمى والكبرى، وهو خالق كل الكون، وأن الله هو مجرد منافس له على السلطان ولا يستطيع أن يهز عرشه. وبعدها اختفت الديانة دي بعد العصور الوسطى، ورجعت تاخد شكل واسم عبادة الشيطان اللي فضلت عليه لحد الآن. وظهرت بعض معالم الديانة دي أثناء الحرب الصليبية، لما استعانت جيوش الغرب بمجموعات من الجنود تحت مسمى فرسان هيكل، وكانوا بيرتدوا ملابس خاصة وبيضعوا أقنعة مخيفة على وجوههم، لكن اتحطمت أسطورتهم بعد ما هزمهم صلاح الدين سنة 1118. ونتيجة لتطابق الرموز والشعارات بين الجماعات دي وعبادة الشيطان، نسب بعض المحللين والمفسرين عودة الفكر ده في العصر الحديث للحركات دي، وانتشرت منظمات شيطانية لعبدة الشيطان في العالم بتدعيم مادي غير معلوم المصدر، زي منظمة ONA في بريطانيا وOSV في أيرلندا ومعبد سيد في أمريكا وكنيسة الشيطان في سان فرانسيسكو، وهي أكبر وأخطر المنظمات، وأسسها الكاهن اليهودي أنطون لافي سنة 1966، وعدد المنتمين لها 50,000 عضو، ولها فروع في أمريكا وأوروبا وأفريقيا، ورمزها المعروف 3 ستات، وبيعتمدوا على الإنجيل الأسود، وهو كتاب بينظم العلاقات بين المنتمين للطائفة ويعتبر بمثابة مرشد ودليل على قواعدهم ونهجهم ومعتقداتهم، وبيحتوي على نصوص وكلمات بعينها زي التعويذ الخاصة بإحضار الشيطان لجلساتهم، وبيتضمن بعض النصوص اللي بتوهم إن المنتمين لعبدة الشيطان موهوبين ومبدعين ومش منحرفين، ولكن بيمارسوا الحياة من غير قيود أخلاقية، لأن من وجهة نظرهم إن الأخلاقيين أفسدوا الحياة، وآن الأوان التخلص من الأخلاق لأنها عنصر معوق وليست عامل دفع وترقية. ومن ضمن الموجود في الإنجيل الأسود إن الجماعة نظام وتدرج تعليمي، فبعضهم أمير وآخرون منتمون، وبعضهم أمير مجموعة، والأعلى من كده اسمه الشر، واللي يفوقهم جميعا في الدرجة يطلق عليه الشر الأعظم. وباسم الإنجيل الأسود بتمارس الجماعة في كل جلسة الجنس الجماعي، ففي بداية الجلسات بيتعاطوا المخدرات لحد ما يفقدوا وعيهم، وبيتعروا ويستبيحوا الأعراض ويمارسوا اللواط، وكل ده بتعليم الكتاب الأسود اللي بيحتوي على وصايا تترجم حرفيا لجميع اللغات، ويتضمن حب اللذات وممارسة الشهوات والابتعاد عن الزواج والإنجاب والحب على أساس أنه ضعف ولا يليق بالشر الأعظم. وبيحتوي الكتاب على تعليم بعينها زي اقتل ما رغبت في ذلك، امنع البقرة من إضرار اللبن، اجعل الآخرين غير قادرين على الإنجاب، اقتل الأجنة في بطون أمهاتهم، اشربوا دم الصغار واصنعوا منه حساء، اخبزوا في الأفران لحومهم، اصنعوا من عظامهم أدوات للتعذيب، لا تتزوج ولا تنجب وانغمس في اللذة، اتبع الشيطان فهو لم يأمرك إلا بما يؤكد ذاتك ويجعل وجودك وجودا حيويا، أطلق العنان لأهوائك وانغمس في اللذة. الشيطان يمثل الحكمة والحيوية غير المشوهة التي لا خداع فيها للنفس ولا أفكار فيها زائفة سرابية الهدف، أفكار الشيطان محسوسة ملموسة ومشاهدة ولها مذاق، وتفعل في النفس والجسم فعل الترياق
والعمل بها فيه الشفاء، وعشان كده كان شرب دماء الأطفال من طقوس استحضار الشيطان عندهم. فبعد ما يصل الفرد لمرحلة اللاوعي والانتماء والإيمان الكامل للشيطان، تبدأ حفلات استحضار الشيطان، واللي معروفة بشكلين، القداس الأسود والقداس الأحمر، ولكل واحد فيهم طقوس خاصة، منها اللي بيميل لشرب الدماء، ومنها اللي بيتخذ من ذبح الأطفال وسيلة لاستحضار الشرير الأعظم. وعشان يتعرف المنتمون لعبادة الشيطان على بعضهم بمجرد النظر من غير ما يتكلموا، عملوا رموز وشعارات فيما بينهم، وعادة بتكون الرموز على هيئة وشم أو إشارات باليد بيستخدموها بدلائل ومعاني خاصة، زي رأس الكبش أشهر رموزهم وبيمثل الشيطان نفسه، والعين الثلاثية رمز مشترك بينهم وبين الجماعة دي، ومرسوم على الدولار الأمريكي وتمثل عين الشيطان، والنجمة الخماسية وهي العلامة اللي يحملها علم البلد دي، وهي في نفس الوقت رسمة كان بيستخدمها الكهنة قديما لاستحضار الشيطان. ومن ضمن الرموز حركات الأصابع، غالبا بيقوموا بثني الأصابع الوسطية مع فرد السبابة والإصبع الصغير بغرض محاكاة قرون الشيطان. والهلال والنجمة رمز مشترك بينهم وبين الجماعة دي، بيشكل بالنسبة لهم إلهة القمر ديانا وإلهة الحب فينوس، وهو الأكثر استخداما عند الساحرات. والمذبح رسمة مبني من نخام أو جرانيت بواسطة حفرة على شكل النجمة الخماسية وحولها دائرة، وأدوات المسبح حنجر وسيف بمقبض أسود منقوش على شفرته كلمات شيطانية وشعارهم بأن يحيا الشيطان ويحكم للأبد. وحنلاحظ أن أكبر المؤسسات العالمية هي في الواقع بيرجع أصول انتمائها للجماعة دي وعبدة الشيطان، وعلى سبيل المثال شبكة نتفليكس اللي عرضت الشيطان على هيئة نور وهبط للأرض ليصلحها من خلال مسلسل لوسفر، وهو أحد أسماء الشيطان، وظهر فيه الممثل دينيس هايسبيرت مجسد لشخصية الإله، وظهر فيه الشيطان على هيئة نور في البداية، وبعدها ظهر كشخص وصل للأرض عشان يحل المشاكل اللي ظهرت بين 3 من أبنائه. ورغم أن المسلسل أغضب الكثير من المتابعين حول العالم، لكن حقق إيرادات ضخمة ونسب مشاهدة عالية. وأخيراً العالم أصبح مفتوح على بعضه، ونتيجته تأثر الأطفال والمراهقين بالعالم الغامض والأفكار المريبة اللي بتتسرسب لهم من خلال مواقع ومنصات مشهورة عالمياً وعليها إقبال كبير، أو من خلال الألعاب الشيطانية اللي بتنتشر بشكل كبير. وأصبح الحل الأكثر أمان والاهتمام بالمراهقين والأطفال من خلال التوعية الدينية والنفسية.